على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى الآخرين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة وصلنا إلى التعريف بوزن التجليب دون أن نتمرن على طور أداء هذا الوزن من أوزان الشعر الشعبي، واليوم وجريا على ما اتفقنا عليه من تقديم بعض الفقرات من الخطابة العلمية من كتاب المنطق، نستعرض بعض الفقرات التي تنفعنا في أداء هذا الدور الخطير والعظيم في نفس الوقت. وظائف الخطابة وفوائدها. يقول الشيخ المظفر مما تقدم نستطيع أن نعرف أن وظائف الخطابة يعني ما هي مهمتكم أنتم كخطباء المستقبل؟ هو الدفاع عن الرأي، الدفاع عن مظلومية أهل البيت عليهم السلام، الدفاع عن مبدأ الحق، الدفاع عن المظلومين في كل العالم، وتنوير الرأي العام في أي أمر من الأمور، والحظ على الاقتناع بمبدأ من المبادئ، والتحريض على اكتساب الفضائل والكمالات، واجتناب الرذائل والسيئات. إذن عرفنا من هذا الكلام العلمي ما هي وظيفة الخطيب وما هي الفائدة التي ستجنيها الأمة من ارتقاء هذا الخطيب على المنبر. ولعلي نبهت في محاضرات سابقة أو في دورات أخرى على أن كلمة منبر تعني ذلك الموقع الذي ينبري فيه الخطيب لكل خطأ وظلم فيعترض عليه ويتصدى لحث المجتمع إلى الفضيلة واكتساب العلم والمعرفة. فهذا المنبر ننبري منه لكل خطأ، يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإثارة شعور العامة يعني إثارة المشاعر وإيقاظ الوجدان والضمير فيهم. وبالاختصار وظيفة الخطابة إعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به. هنا أريد ألفت النظر إلى خطأ من الأخطاء الشائعة التي ستتعرضون للإجابة عنه.
العبارة تقول وإثارة شعور العامة، إثارة شعور العامة. وهنا كلمة شعور تعني المشاعر، لا هذا الشعر الذي موجود على الرأس، لأنه يرد اعتراض من بعض العامة الذين لا يعون عمق العبارة في زيارات الأئمة عليهم السلام، خاصة زيارة الناحية المقدسة الواردة عن الإمام الحجة المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، حيث يصف بنات الرسالة عندما خرجن من الخيام لاطمات على الوجوه ناشرات الشعور. وهنا يأتي إشكال الغافل عن المعنى الحقيقي لكلمة شعور، فيتصور أن بنات الرسالة كشفن عن شعر الرأس، وهذا غير صحيح قطعا. الصحيح أنهن خرجن من الخدور لاطمات الوجوه ناشرات الشعور، يعني مشاعرهم متقسمة متشتتة بين الخيام الملتهبة وبين الحماة الصرعى على رمضاء كربلاء وبين هجمة الخيل والأعداء على سلب بنات الرسالة وضربهن بالصياط ومؤخرات الرماح التي هجموا بها على بنات الرسالة. فإذن كل هاشمية كل فاطمية خرجت من الخيمة وهي لا تدري أين تذهب وماذا تفعل، الخيام ملتهبة، الحماة صرعى على الثرى، الأعداء بكل حقدهم ينقضون عليهم شيء على الخيول وهم يحملون قبس النار، شيء مشاة بيدهم رماح يضربون ظهور هؤلاء النسوة الثاكلات، هؤلاء الأطفال الذين خرجوا من الخيام مذعورين. فنشر الشعور ليس نشر الشعر، هو اضطراب الفكر، تشتت يعني عدم التركيز. لذلك يروى بأن طفلتين من أطفال الحسين عليه السلام سحقتهما الخيل بحوافرها ومات تحت تلك الحوافر في رمضاء كربلاء. هذا ما أردت أن أبينه من هذا الفصل من وظيفة الخطابة. وهي بعد ذلك يقول الشيخ المظفر وظيفة شاقة، إذ أنها تعتمد بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة على مواهب الخطيب الشخصية. هذا ما يجب أن نحاول أن نكتسبه. التي تنصقل أو تصقل بالتمرين والتجارب. إذن كل ما تمرنا أكثر مواهبنا تنصقل أكثر، ولا تكتسب بهذه الصناعة ولا بغيرها. إذن لو حضرتم عشرات الجلسات واستمعتم أو شاهدتم آلاف الحلقات ولم يساعدكم الأستاذ المعلم على التمرين على الطرائق والأطوار التي يؤدى بها المجلس الحسيني، فكأنك يا أبا زيد
كما تقولون في الأمثال الشعبية ما غزيت. لن تستفيدوا شيئا إلا بالتمرين العملي، التمرين العملي. الخطابة لا يمكن تعلمها بدون معلم، لا يمكن تعلم الخطابة دون معلم، ويجب أن يكون المعلم مخلص في تعليمه، يعطي كل ما لديه للتلميذ، يساعده على أداء الأطوار بشكل صحيح وبشكل جيد. وكما فعلنا في هذه الدورة، فككنا المجلس الحسيني إلى أركانه العشرة، وبعد أن فككناه إلى عشرة أركان، عشرة أجزاء، تمرنا على أداء الأركان ركنا ركنا حتى بلغنا هذه المرحلة ما قبل الأخيرة، لكي نتعرف على فنون أداء الشعر الشعبي الذي يوشي المجلس الحسيني في المقدمة وفي المؤخرة. يعني الأجزاء العاطفية التي تحتاج الصوت والنبرة والشجاع هي قصيدة المقدمة، إلى البحث والرواية أو الآية التي سنشرحها، ثم عندما ندخل إلى جو المصيبة التي سنستعرضها في ذلك المجلس، حيث يبدأ الخطيب وتبدأ القارئة بتلحين الكلمات وتضخ فيها روح الشجاء والرثاء. إذن مع المران الطويل وكثرة التجارب، وسيأتي التنصيص على حاجة الخطابة إلى المواهب الشخصية. هنا سماحة الشيخ المظفر يركز، يعني يجب أن يكون عند الخطيب أو القارئة، القارئ أو القارئة بالأساس موهبة، موهبة معينة، هسه إما بالصوت أو بالإلقاء أو بالحضور أو بالعلم أو أحد الوسائل التي تساعده على ارتقاء هذه الأعواد الشريفة المقدسة. نعود إلى أوزان الشعر الشعبي التي استعرضناها تباعا، ونعود إلى وزن التجليبة، وقدمنا كيف نشأ هذا الوزن الشعري، وأعطينا أساس هذا الوزن. وهذا الوزن بدأ غنائيا في العراق، واستثمر أخيرا في المجالس الحسينية، وأغلب الشعر الذي يقرأ في أثناء اللطم هو من هذا الوزن الشعري المشهور. وليس هنالك طرائق متعددة ولا أطوار متعددة لأداء طور التجليبة، أداء طور التجليبة إلا طور واحد ويسمى الطور العراقي، والذي ابتكره في وقته الخطيب الكبير السيد محمد صالح القزويني طيب الله ثراه، وهو قريب أو مشتق من نفس الطور العراقي الذي يؤدى به الموشح الذي سنأتي عليه تباعا إن شاء الله. كيف يقرأ التجليبة؟ وأعطينا المثال، يبني يبني شقول عليك يبني دولبني زماني بيك دولبني،
دولبني زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، اش هالبلوى المثلها ما جرت بلوى. يا ابني لعند الموز ما تذبني، ام تكلم رضيعها، الذبيح من الوريد الى الوريد ومن الاذن الى الاذن. كيف يقرأ هذا الوزن؟ هذا هو الطور الذي اعتمده الخطباء جميعا دون استثناء في قراءة هذا الوزن. يا ابني ايش اقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني يا ابني ايش اقول عليك يا سلوى، انا شلون انساك وانسى ايامك الحلوه، شهالبلوى مثلها ما جرت بلوى. يا ابني لعند الموز ما تذبني. هكذا يمكن للقارئ أن يقرأ طور التجليب في النعي والرثاء في المجلس الحسيني، ولا توجد في تسجيلات الخطباء من وزن التجليب أكثر من هذه القصيدة. يعني لعلكم تسمعون نصاريات كثيرة، أبو ذيات كثيرة مثلا، بحر طويل كثير ومتنوع، الفائزي أكثر من أن يعد ويحصى، لكن من التجليبة لا يوجد في المكتبة الحسينية أكثر من هذه القصيدة. والقصيدة التي نوهت عنها بالأمس وهي قصيدة يا ابني اللي ضيعتني بضيعتك مني، دوهني زماني بيك دوهني. نحاول الآن أن نقرأ مع بعض هذا البيت ومطلعه. حاضرين؟ مستعدين؟ انحفظ الطور ولا أعيد ثانية؟ سأعيد لكم ثانية. اكتبوا البيت لكي تلاحظوه أثناء القراءة. يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني. يا ابني شقول عليك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، شهالبلوى مثلها ما جرت بلوى. يا ابني لعند الموزمة تذبني، الموزمة تعني ايام الازمة، يعني الموزمة تعبير عن أيام الأزمة كما هي أيامنا هذه. نقرأ، أقرأ أمامكم ثم نعيد بصوت جماعي إن شاء الله. يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني، دول ابني زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، شهالبلوى مثلها
ما جرت بلوى. يا ابني لعند الموز ما تذبني. نعيد مع بعض لكي أرى رسوخ هذا الطور في أذهانكم. 1 2 3 يا ابني ايش اقول عليك، دول ابني زماني بيك دول عيد. يا ابني ايش اقول عليك، دول ابني زماني بيك زماني بيك يا سلوى. شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، شهالبلوى مثلها يا ابني لعند الموز ما تذبني. بارك الله بكم. هل هنالك من صعوبة في أداء هذا الطور؟ ليس هنالك من صعوبة. إذا شفتوا بإمكانكم أن تزيدوا في حماس الأداء في الأبيات الثانية أو الثالثة، يمكن أن تعطوا جوابات صوتية في هذا الطور. لو أقرأ أبيات من تلك القصيدة الثانية الآن لكي أبرز لكم كيف يمكن أن نرفع حرارة الأداء. يا ابني ضيعتني بضيعتك مني، دوهني زماني بيك دوهني، دوهني زماني بيك واختليت على فراقك يا جاسم دمدمي هليت. العمد لو طاح من البيت طاح البيت، وانا بيت انهدم وعلى العمد وني اونان وانتحب وجدي حمام الدوح، وعلمت الورق والدلم فن النوح، روحي وياك راحت درد لي الروح، لمك يا روحي شب عدك عني عني شاب عدك يلب القلب مرعاك، عني شاب عدك يلب القلب مرعاك، بيام الحميل قلبي شكثر باراك يا جاسم، من عقب حملك ليالي رباك، حاربت الرغد والنوم خلني. إذن بالإمكان أن نرفع حرارة الأداء بهذا الطور الشجي، وهو طور السيد محمد صالح القزويني
طيب الله ثراه، وستجدون أننا عندما نؤدي طور الموشح بقصيدة جينا ننشد كربلاء مضيعينها، هو نفس هذا الطور، ولكن يختلف الوزن الشعري. الطور نفس الطور ولكن اختلاف في الوزن الشعري. ولم أعهد أحد الخطباء قرأ هذه الأبيات بغير هذه الطريقة الشجية، أما أن يعطيها سرعة قليلة لبعض الخطباء، لكن أنت سريعة يعني تلفظ الكلمات سريع، أو أحيانا يضطر الوقت للاستعجال في أداء بعض المجالس، وهذه طبعا معيبة على الخطيب، لأن المتلقي لا يمكنه أن يتلقى من الخطيب بهذه السرعة، يحتاج البطء لكي يستوعب الكلمات، خاصة الكلمات العراقية التي يصعب فهمها إلا على ناطقها أو المتكلم بها أو ابن بيئتها. يعني الآن لو لم أشرح لكم كلمة موزمة مثلا لما عرفتم معناها، لما عرفتم معناها، علما تلاحظون أن الكثير من الخطباء من غير العراقيين يصعب عليهم حتى تلفظ بعض الكلمات المعلومة والواضحة مثل القلب. نادرا ما تسمعون كلمة القلب من خطيب غير عراقي، إذا يقول يقول القلب، قلبي، من يقول قلبي، أو كلمة شحشيلك يحورها، قلنا بالأمس شحشيلك، وهكذا الكثير من الكلمات التي لا يحسن أن يلوكها ويتلفظها بشكل صحيح، فتنقلب معانيها أحيانا. أذكر في دورة من الدورات وكان عندي من الطلاب الهنود في دمشق السيدة زينب سلام الله عليها، كثير من طلاب الحوزة العلمية من جمهورية الهند، وفيها من المؤمنين والسادة والعلماء والخطباء الأفذاذ. فارتقى يوما أحدهم وأراد أن يتكلم بالفصحى بشكل جيد، فالهمزة لا تخرج معه، يريد أن يقول جاء الرجل، قال جاع الرجل، جاع، قل له قل جاء، يقول جاع، وإذا جاع نطعمه فيشبع، ولكن أنت قل جاء، لا يستطيع أن يلفظ الهمزة. أو أنبه أخواتي وإخواني في هذا البلد العزيز، عندما يتلفظون القاف، أحيانا قافكم كاف وكافكم قاف، وفي بعض البلاد العربية قافهم غين وغينهم قاف، يعني هذا الذي يقلب القاف إلى غين أراد أن يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكيف يتلفظها؟ إنا أنزلناه في ليلة الغدر، وهذا يقلب المعنى من قدر إلى غدر. أو كما يقسم البعض هنا يقول والقرآن، يا أخي قل والقرآن، قسما بالقرآن المجيد، قل قسما بالقرآن، زين قل الإمام الكاظم، قل إمام القاظم، لا إله إلا الله، القاظم يعني الذي يأكل
يقضم بنهم بشراهة. والإمام موسى بن جعفر الكاظم، كاظم كاف كاظم وليس قاظم. إذن نتحاشى هذه الكلمات وإخراجها بسرعة، قد يوصلها إلى المتلقي بشكل مشوه فيظن فيها شيئا آخر غير المعنى الذي يريده الشاعر الذي قالها أو الخطيب الذي رددها. إذن أعود وأكرر، هذا الوزن من الأوزان الشعرية الجميلة بدأ غنائيا وانتهى حسينيا، والآن 90% من شعراء العراق والخليج يكتبون قصائدهم الاحتفالية على هذا الوزن، وزن التجليب، وله إيقاع غنائي خاص به يعرفه أهل العراق من موسيقيين ومن عامة الناس، حتى يعرفون إيقاع هذا الوزن التجليب. الوزن العاشر، اكتبوا، الوزن العاشر هو الموشح، يعني يسمى بالشعبي الموشح. وهو غير الموشح اللبناني، غير الموشح الأندلسي، غير الموشح الحلبي أو ما يسمى القدود. هذا وزن شعري أصله الرمل، يعني ميزانه فاعلات فاعلات فاعلات. رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. وينضم الموشح رباعي، يعني ثلاثة أبيات والرابع يأتي ربط على مطلع القصيدة. ويتفنن بعض الشعراء في نظم الأبيات الثلاثة على نسق العتابة وعلى نسق الأبوذية، يعني يأتون بالجناس اللفظي في الأبيات الثلاثة، فيسمى عند ذلك الموشح بفن الهات. مثاله قصيدة كلكم حافظيها إن شاء الله، والتي تقرأ عادة في أيام زيارة الأربعين لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، والقصيدة لشاعر قضى شطرا من حياته بعيد عن التدين والعبادة ومحبة أهل البيت. ومن هذه القصيدة التي أنشأها وانطلق فيها لجأ إلى الكهف الحصين، إلى كهف محمد وآله الطاهرين. صلي على محمد وآله محمد. المثال: جينا ننشد كربلة مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها، وهو الشاعر الحاج الزاير النجفي من أسرة الدويتش. الدويتش تصغير كلمة الديك، يعني كيف أنتم تصغرون مثلا قمحة
إلى أسرة قميحة، أو زعتر إلى زعيتر مثلا. وعندنا مدينة في العراق مصغرة عن صور، عندكم صور في العراق، عندنا الصويرة، صويرة يعني أصغر من صور. يسروها ولالها واحد فزع، يعني ماذا فزع؟ هل هو الخوف؟ لا، يعني ما حدا وقف يدافع عنها، حشد لها، ناصرها، حماها من الأعداء. يسروها ولالها واحد فزع، شال حاد ضعونها، حاد الضعن مشى بضعنها بليل وقطع. زين شعدكم لعد؟ يقول جينا ننشد، وين أبو فاضل وقع؟ ما تدلون الشريعة وينها؟ الشريعة يعني ضفاف نهر العلقمي. هذا الوزن من الأوزان الجميلة جدا والسهلة جدا، ويصلح لكل المناسبات. وفي بعض المناطق في العراق يختبر الشاعر بإمكانيته نظم الشعر على هذا الوزن، ويخلد المنبر الحسيني شاعر من شعراء منطقة طوريج الهندية في العراق في كربلاء المقدسة، وهو المرحوم الشاعر الكبير شيخ إبراهيم شيخ حسون، الذي كان في كل عام يكتب موشحا واحدا، يقرأ يوم العاشر ظهرا بعد مصرع الحسين في حرم الحسين عليه السلام. أي روعة هذه القصيدة التي تكتب في عام وتقرأ يوم عاشوراء وفي حرم الحسين عليه السلام. إنها حقيقة حولية خالدة بخلود الحسين عليه السلام. نتمرن الآن على هذا الوزن، والحمد لله الذي جاء الوزن بعد التجليبة مباشرة لكي لا يتغير علينا الطور. الموشح يقرأ بنفس هذا الطور الذي قرأناه سابقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. سقط الحسين على نار، كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس، يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.